التأخير وتوقف عن إطلاق الكذب بشأن الانتخابات التي كانت عادلة، لم يكن هناك أي مخالفات موجودة. لقد خسرت والأمر انتهى. الولايات المتحدة ينبغي أن تنساك وتتحرك إلى الأمام وتقوم بالأشياء القوية التي يحتاجها هذا البلد حتى نعود للوقوف على أقدامنا. لقد ذهبت إلى 5 مناطق في بروكلين ومنهاتن، والناس من كل البلاد كلهم متحمسون وطبعا فرحون. وفي لحظة السيدة نانسي بيلوزي وأنا طبعا تكلمنا وهاتفنا السيد جو بايدن وهنأناه الرئيس المنتخب. لقد تحدثنا معه وسمع أيضا الصيحات الفرح في بروكلين. كما قلت، فإن الأيام المظلمة قد انتهت في الولايات المتحدة وفجر جديد قد بزغ الآن. هذا الفجر الجديد سيكون مع بايدن، وذلك بحصولنا على مجلس الشيوخ وبحصول على جورجيا أيضا حتى نحصل على ما يستحقه وما حرمنا منه لمدة طويلة. جو بايدن فاز بالانتخابات والآن العمل الشاق ينتظرنا. علينا طبعا أن نشمر عن سواعدنا ونعيد بناء الولايات المتحدة والتي فيها مشكلات كثيرة تواجهنا، ولكن اليوم هو اليوم الذي يعيد الثقة، يعيد الثقة في الشعب الأمريكي ويعيد الثقة في الديمقراطية. شكرا للرب، الحمد لله. لن يكون هناك 4 سنوات أخرى من ذلك الاستبدادي الذي لا يكترث والذي هو دونالد ترامب. حسنا، أنا مستعد لأي أسئلة بشأن هذا الموضوع إذا لديكم أي أسئلة، وإذا لم يكن لديكم. لقد كنا ننتظر هذا لوقت طويل، لقد سهرنا لنرى النتائج حتى 11 من نصف مساء، ثم ذهبت إلى الفراش وطبعا واستيقظت وكنت على الهاتف وسمعت في التلفزيون والقنوات أعلنت بأن جو بايدن قد فاز، ثم طبعا صحت صيحة الفرح. كانت في دقيقة كنت طبعا وخارج غرفة نومي سمعت صيحات الناس. الولايات المتحدة سعيدة وبروكلين سعيدة أيضا. دونالد ترامب سيحاول طبعا كل ما يستطيع أن يفعله، ولكن المسؤولون الجمهوريون بدأوا يقولون له توقف، لقد خسرت. والقضاة أيضا طبعا يوقعون ضد ترامب وضد مزاعمه بأن الانتخابات لم تكن نزيهة. نأمل بأن هذا لن يستمر، ولدينا محامون كثر حتى نضمن بأن ترامب لن يسرق الانتخابات. طبعا المساعدة في جورجيا، يمكن أن ترسلوا طبعا مشاركاتكم، ويمكن أن تقولوا لأي أحد تعرفونه في جورجيا بأن يصوتوا، فأعداؤنا لا يزالون هناك وطبعا ليسوا سعداء. شكرا، شكرا جميعا، شكرا شكرا. الآن فلنحتفل مع الشعب العظيم. شكرا.